أنا معتز بركات. أنا بدأت الليونة وأنا بصف ثالث وبلعب ليونة. أول شيء بدأت في الليونة، بعدين بدأت في الجمباز، بدأت في الجمباز بصف رابع. أول واحد اهتم فيي أخوي، بعدين قال لي بدي أسجلك في النادي. سجلت في النادي، بعدين الكابتن تابع مسكني. أول شيء تعلمت ليونة، بعدين قال لي العب جمباز أحسن لك. صرت ألعب ليونة وجمباز، في اليوم بتدرب ساعتين ساعة. أنا اسمي محمود بلال بركات، أخو لاعب معتز بركات. وبدايته كانت يعني هو صغير، فجيت مثلا أنا كنت ألعب، فأجا فاكتشفت إنه في عنده لياقة حلوة، إنه من ناحية يعني فتح حوض ولياقته حلوة، فبدأت معه ألعبه خفيف مثله. فبعد ما لعبت شوي دخلته في النادي، والكابتن يعني صار يهتم فيه لما وصل للحالة هاي، إنه لعبه تقدم وصار يعني ممارس، ويعني لعبه كان ممارس وشفته تطور عنده حلو وتطور سريع يعني. أنا وصلت 50 قفزة وحابب أضلنا لـ70 ولـ80. أخوي بيقول لي العب العب ضلك العب، وكابتن بدربنا بضله يدربني كل يوم. بلعب تقريبا أنا شفته إنه على مستوى القطاع بلعب يعني 50 و60، ما فيش حدا لعبهم. بدنا فيه 10، بعدين 20، بعدين 30، وخلال مثلا فترة شهر وشهرين ثلاثة لما وصل لعدد 50. وكمان إحنا يعني مثلاً بيلعب 50 بندي راحة شهر عشان يلعب 60 وكذلك. وإن شاء الله يعني حنحطم الرقم القياسي، حنلعب يعني نخليه يجيب مثلاً 80 خلفية، إنه ما حدش يقدر يلعبها في قطاع غزة. أول بطولة خشيت فيها كنت متردد شوي، لعبت وأخذت مركز أول. تاني بطولة لا، عشان تعودت. تاني بطولة أخذت مركز أول برضه. بعدين عمري يعني 12 سنة لحد 10 سنين. وبعدين تالت بطولة أخذتها على المستوى القطاع، أخذت مركز أول. بعد ما فوز الثلاث بطولات على مستوى القطاع اتأهلت إن أكون لعب منتخب. اليوم شاركت تقريبا في 4 بطولات، من خلالهم 3 بطولات اخذ مركز اول، والبطوله اللي كانت اللي خسر فيها اللي كانت اول بطوله له. والثلاث بطولات هذه يعني منها تشجع ومنها كان اداؤه رهيب. يعني احنا اليوم في كابتن معه ممارس معه وانا يعني بشجعه، بس اليوم احنا بدنا امكانيات انه مثلا يزيد التطور عنده من خلال حركات هوائيه، لفتين مثلاً إشي زي هيك، ومن خلال سفريات مشاركات في بطولات عشان يعني يصير الممارسة عنده حلوة. من خلال 3 بطولات اللي لعبهن اللي أخذ مركز أول تأهل لأنه يكون اسمه في مشاركات بطولات دولية يعني على مستوى فلسطين، وصحت له يعني سفرية على الجزائر بطولة دولية، فالفرصة يعني كانت إنه على جواز سفر بس. فإن شاء الله اللي جاي يعني أفضل، ونتمنى يعني يكون الإمكانيات أقوى عشان يمارس في الرياضة تاعته. يعني اليوم هو بلعب، إحنا يعني إحنا الماسكينه ما فيش يعني إمكانيات يجوا له مثلاً، ما فيش تطور يعني بالنسبة لأنه سفريات وهيك. أنا طموحي حابب أكمل 70 بقضايف لما أكبر، بعدها أسافر وأصير ألعب أصير أول على غزة. إحنا بنتمنى نصل لموسوعة جينيس، فاليوم ما فيش فرصة، ونتمنى يعني نشارك في موسوعة جينيس.
أنا رسالتي للعالم إنه من خلال رياضتي ورياضة أخويا إنه نرفع اسم فلسطين ونشارك في بطولات دولية في بطولات عربية وإن يكون ممارسة في جميع البطولات العربية والدولية ونشكل اسم فلسطين ونرفع اسم فلسطين.